المأزق الحالي بيعبر عن انه مصر وصلت الى نقطة اللا عودة، والثورة وصلت الى نقطة اللا عودة، القوى السياسية التقليدية، الحزب الوطني والإخوان والسلفيين والمجلس العسكري اصبحوا في جانب وباقي الشعب في جانب اخر. جموع الشباب مر عليها 19 منذ سقوط حسني مبارك حتى الان ولم يتحقق شيء. والأسوأ من ذلك انه يتم الان ترتيب وضع الجيش، وضع البلد لكي توضع بايد وقوة اسنان التحالف الشيطاني الثلاثي الاخوان والسلفيين والفنون. وهنا تزداد الخطورة على الثورة. حصل خلال التسعة شهور الماضية فرز بين القوى الثورية التي تريد ان تواصل بالثورة وتحقق اهدافها، وبين القوى التي عادت الثورة وكانت معادية ليها زي الفنون وزي السلفيين اللي اعتبروا ان الثورة حرام وان الشعب المصري خارج على يعني عاصي الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم لانه خرج على الحاكم الفاسد. وبعد ان نجحت بدايه الثوره ارادوا ان يمتطوا الثوره ويلتهموا الكعكه، والاخوان الذين ارادوا مجرد اصلاح او ترفيع النظام القديم وجدوا ان الثوره قد بدات تتجاوز هذا الى ما هو افضل. ولذلك بمرور الشهور التسعه حصل انقسام في المجتمع بين تحالف ثلاثي يقود الجيش، هذا التحالف ممثل في الاخوان والسلفيين والفنون والمجلس الاعلى ارتكاز المجلس الاعلى وباقي جموع الشعب المصري، وفي المقدمه منهم بحر اعظم، بحر اكرر بحر اعظم من الشباب. هؤلاء هم المستقبل الذين تجاوزوا الضيوف القيود الضيقه الايديولوجيات المختلفة، وتدورت لديهم مطالب بسيطة واضحة تمثل الخلاصة من اي ايديولوجيا صحيحة او اتجاه صحيح. طب يا فندم، طب يا فندم، دلوقتي الانتخابات والحديث عنها، راي حضرتك كيف تتم الانتخابات في ظل تصاعد هذه الاحداث؟ الانتخابات رغم اننا مرشح، حضرتك مع ان هي تتم ولا تتأجل؟ الانتخابات رغم اننا مرشح باطلة، باطلة اجرائيا ودستوريا، ولا وهذا المجلس سيكون باطل، وانها اذا تمت في هذا المناخ سوف تكون مناخ في حد ذاته وبشهادة القضاة الذين هم جزء من الشعب المصري يعلمون ان هذا المناخ غير موادي للانتخابات. وايضا هي ستؤدي اذا تمت الى اسقاط المجلس في يد الفنون والسلفيين والاخوان بنسبة 15% او 12.5% من مجموع الاصوات، وهيبقى الجمعية التأسيسية جاية بأغلبية 15%، يعني 8%، يبقى الدستور وضعته جمعية لا تستند إلا إلى 8%، وسوف يخرج الناس مرة أخرى يعني يرفعوا شعار باطل للمجلس وللشورى وللرئاسة وللدستور، وسوف يكون ذلك شعار المرحلة الثورية القادمة التي بدأت منذ أيام.